السلام عليكم يا شباب، عدت لكم بحلقة جديدة من لعبات RDR2. في حلقة اليوم سنبحث عن هذا الباونتي. ثمنه غالي جدا، تقريبا $90. واو، $90 في هذا الوقت فإنها تساوي العديد من المال. سينفعني كثيرا يا أصدقاء هذا الباونتي لكي أستطيع عمل upgrades لحصاننا. سنفعلها إن شاء الله في حلقة اليوم، لا تقلقوا. وسنغير كذلك ألوان سيرج. نعم أكيد أبحث عن باوني، هو هذا $90. أوه لا، لقد قالوا لي يا أصدقاء $90، لكن لا تغيرت، أعطوني هذه المرة هذا الباونتي الخاص بإيني. لكن ذلك الباونتي الذي جئت من أجله لقد اختفى. قلت لكم في أحد الحلقات لقد رأيته يشبه الأشخاص الروسيين، كان هنا في هذا المقهى وهو مطلوب للعدالة. لقد رأيته، قالوا لي سيعطونني $90. سأدخل الآن، هل سأجده مرة أخرى؟ لا، غير موجود. هذه المرة لم يظهر. رأيته يا أصدقاء هنا يشبه الأشخاص الروسيين، لكنني لم أهتم لها كثيرا لأنني لم أعرف بأنها باونتي. لقد خدعوني، وعندما قررت القيام بالمهمة تغير الباونتي وظهرت لنا تلك الفتاة. رغم هذا سأذهب يا أصدقاء لكي أمسك بها. عندما سأصل للمنطقة سأعود لكم. وعدت لكم يا أصدقاء، وصلت لمنطقة الباونتي، وهذه المنطقة موجودة في الويست إليزابيث. أنا مطلوب كذلك للعدالة في هذا المكان. علي البحث الآن عن تلك الآنسة هنا، من الممكن أنها في الفوق مختبئة بين الجبال. المنطقة التي يجب علي البحث فيها كبيرة جدا، سأنزل بالقرب من النهر، من الممكن أنها مختبئة هنا. نعم هي، لقد رأيتها، لاحظتموها في الخريطة. يعني هذه الآنسة موجودة بالقرب من النهر وهي مختبئة هنا. من هذا الشخص؟ انتظروا، سأستعمل الحبل، سأمسك بها على السريع. جيد. أوه، ذلك الشخص الكلب أراد تسيد علي. انتظر انتظر، تريد تسيد علي أيها الكلب؟ اوكي سأدمرك الآن، سأمسك بها. نعم يجب عليك الذهاب معي، ذلك الكلب أراد الدفاع عنها. تعالي تعالي، لقد أمسكت بها وعندما نزلت هربت. هيا تعالي. جيد، أمسكتها الآن. فهمت فهمت، يجب علي الاستمرار ضاغطا. المشكلة الذي فعلتها هي أنني توقفت عن الضغط على الزر، لهذا السبب هربت. أكيد سأسرق منها الأشياء الجميلة عندها. عندها 75 سنت وعندها سيلفر رينج وكذلك الميراكل تونيك. جميل، وهيا لكي ننطلق. لا تقلقي يا أنستي، سأخذك فقط عند العدالة. من الممكن مثلا أن عائلتها تبحث عنها وهربت عند هذا الشخص، لهذا السبب يجب علينا إعادتك ولا تقومي بمخالفة أوامر عائلتك مرة أخرى. وها قد وصلنا للسجن. أتمنى أنني فتحت الآن ذلك الشخص الأخير، الشخص الغالي $98. ها هي الآنسة، خذها يا أيها الشريف. هيا أعطيني المال، $25. ممتاز، هيا لكي نعود لهذا المحل لكي نرى يا أصدقاء هل ظهر ذلك الباونتي الذي ثمنه $90. حصاني اتسخ المسكين بالطين، دائما عندما أتي لفالنتاين حصاني يتسخ. لا هو غير موجود، في تلك المرة كان جالسا لوحدي هناك. غير موجود يا أصدقاء، من الممكن أن علي الانتظار حتى الليل. بما أننا قريبون من الإسطابل، هيا لكي نذهب له ونقوم ببعض من التغييرات لحصاننا. نأتي هنا للتراك، نأتي للسادل. سأختار أفضل سادل وهي هذا جيرجن سكويرد سادل. سنختار هذه الإمبروفد وسنختار فيها اللون الأبيض. جيد، هذا اللون منسجم يا أصدقاء مع حصاننا. بعدها سنأتي للسادل باجز، سنختار الأبجريدد وأتوقع بأن اللون الأسود منسجم. نأتي للستيرابس وسنختار اغلى ستيرابس يا حبيبي. الاغلى يعطينا السبيد، يعطينا الاكسليريشن، لكنه يخفض السامينا كثيرا، لهذا السبب ساختار هذا البيل ستيرابس. يعطينا السبيد ويعطينا الاكسليريشن، وبالنسبه للكوردرين السامينا يخفضها فقط 35%، لهذا السبب ساختاره. ناتي هنا للهورنز، ساحاول اختيار هورن جيد منسجم مع لون السادل. ساختار هذا اسمه ديز كورونا. البلانكيت سنقوم بتغييرها كذلك، لكن البلانكيت لا تظهر مع هذه السادل، البلانكيت لا تظهر، لاحظتم؟ لكن رغم هذا ساختار بلانكيت مميزة. بالنسبة للبادرول سنختار هذا، لكنني سأغير لونه لكي ينسجم قليلا مع لون الحصان. أتوقع هذا البادرول فإنه ينسجم شيئا ما مع لون السادل. لا يوجد لون أبيض 100%، لو كان هناك لون أبيض لقمت باختياره. سنأتي الآن للجرومين، سنأتي للمين، وسنختار بالنسبة للشعر لونج، وسيكون لونه هو اللون الأبيض، هو هذا. جيد، بعدها سنأتي للتيل، سنختاره لونج وسيكون نفسه نفس لون الشعر. بالنسبة لسرفايس في إمكاني شراء الهورس كير باكج، سأشتريه. في إمكاني كذلك تسمية الحصان. لحظة الحقيقة الآن، ماذا سنسمي هذا الحصان؟ هي أنثى،
أتوقع بأنني سأسميها نيج. بالنسبة لنيج باللغة الفرنسية فإنها تعني الثلج، بما أن لونها أبيض سأسميها نيج وهي تعني الثلج. وبهذا سنكون قد انتهينا يا أصدقاء، وأضفنا جميع الأمور التي في إمكاننا إضافتها لهذا الحصان المميز جدا. الآن سأتجه نحو هذه الأنسة اسمها ليلي ميليت لكي نقوم بتهديدها. يجب عليها إعادة المال لصديقنا، وبعدها سأنهي حلقة اليوم. عندما سأصل عندها سأعود لكم. وأنا ذاهب في الطريق فإذا بي هؤلاء الكلاب لقد حاولوا الهجوم علي. لم أفعل لكم أي شيء يا أيها الكلاب، لماذا هجمتم علي؟ 3 أشخاص. حسنا، يريدون الموت. أوكي حسنا، هيا دمرهم، دمر الكلاب. جيد، يريدون التدمير. ها أنا داخلت بتدميركم. هل مات الجميع الآن؟ نعم، لم أفعل لهم أي شيء وجاءوا. ماذا عندكم يا أيها الكلاب؟ عندكم المال، تعالوا أحتاج لمالكم. وعدت لكم يا أصدقاء، لقد وصلت للمنطقة. سأحاول التجول قليلا هنا والبحث عن الآنسة. أوه هاي هاي، جيد هي هذا. حسنا سأتكلم معها، سأقترب بحصاني لكي تخاف. لاحظوا، يجب علي النزول لكي أتكلم معها. نعم كونفرانت، أحتاج للمال. لقد قام صديقي بتسليفك المال، الآن أحتاجه. أحتاج للمال، حان وقت الدفع. قالت لي ليس عندها المال الآن. أوه، هيا أعطيني المال. أوه ضربني، ضربني الكلب. حسنا حسنا، سأدمرك يا أيول. لا تريد إعطاء المال؟ أحسنت أحسنت، بوم، سأدمرك. هيا تعال اضرب. أحسنت، يا سلام، سأدمرك يا أيول. تعتقد بأنك قوي؟ جيد أحسنت، بوم، لقد دمرتها. لم أقتلها بعد لكن أغمي عنها. لقد أخذت المال، جيد ليليز ديبت ماني. لا تكرر الأمر، سمعتي؟ لا تكرر الأمر أو سأدمرك. إذا كررت الأمر فإنني سأدمرك. وهيا لكي ننطلق. أوه ذلك الشخص لقد رآني. تعال تعال يا أيوة. تعال، تريد الذهاب وإخبار رجال الشرطة؟ سأدمرك. تعال 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 يا أيها الكلب، علي اللحاق به. لا تريد التوقف؟ حسنا توقف الآن أو ستموت. لا تريد التوقف يا أيها الكلب، توقف، لا أريد قتلك. ستوب، هيا. لا يريد توقف الكلب. تعال تعال تعال، سأصفر على حصاني أولا. لا تريد التوقف، حسنا تعال تعال. ممتاز، أمسكت بك. هيا، لا تريد التوقف، حسنا. لا مشكلة عندي، جيد بوجتاي، ليس لدي أي مشكلة. تعال يا حصاني. أحسنت، أول شيء سأفعله سأسرق منه المال، وبعدها سأربيه لكي يتعلم. تعال يا أيها الكلب، تعال. جيد، سأخذك في جولة لكي تتعلم. تريد أيها الكلب الذهب وإخبار رجال الشرطة؟ حسنا، سأربيك الآن. سأخذه وسط من الغابة وسأتركه لكي تهجم عليه الذئاب. أين أنا؟ أنا هنا، سأخذه وسط غابة الجريزليز. هناك غابة مميزة جدا هنا خاصة بالجريزليز، سأخذه وسط منها. أتمنى فقط أن تكون ممتلئة بالحيوانات المفترسة مثل الذئاب إلى آخره. أردت وضعه وسط من السكة الحديدية لكنني غيرت رأيي، لن أفعلها. تعال 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 يا أيها كيدنابين. أوه لقد رأني ذلك الشخص، يريد كذلك الاتصال برجال الشرطة. تعال تعال، لاحظتم غابة الجريزليز التي قلت لكم عليها؟ غابة كبيرة جدا. كرايم ريبورتد، لقد ذهب ذلك الشخص وقال لرجال الشرطة بأنني أخذت هذا، قمت باختطافه. حسنا أين سنضعه يا شباب؟ أوه هل سمعتم؟ ها هناك ذئب هناك، لقد هرب. ذئب أو ثعلب، سأضعه في مكان ظاهر، أتمنى أن يأتي يدوب ويقوم بأكله. سأرميه هنا. حسنا مع السلامة،
سيوليتر لكي تتعلم. سأربيك يا حبيبي سأربيك. لكن يا سواديكم يا أصدقائي أتمنى أن المقطع الخاص باليوم أعجبكم، إذا أعجبكم فلا تنسوا إدعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا مع أصدقائكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنقوم بعمل بعض من المهام، عندنا مهمة واحدة فقط في الخريطة وهي خاصة بجون، سنفعلها إن شاء الله، سنفعل مهمة جون. ما هذا؟ عندنا كذلك هذه بلاك بيل، أوكي سنفعل هذه المهمة الخاصة ببلاك بيل وكذلك سنفعل مهمة جون. ترقبوني إن شاء الله في حلقة قادمة ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام.